نعت قناة السعيد اليوم مراسلها بمحافظة إب الزميل نجيب القطيبي الذي توفي فجر اليوم إثر ذبحة صدرية. وبهذا المصاب الجلل تتقدم قناة السعيدة وكافة العاملين فيها إلى أسرة الزميل القطيبي بأحر التعازي وعظيم المواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد التحق الزميل القطيبي في العمل الإعلامي منذ سنوات، ويعد من أبرز إعلاميي محافظة إب وصاحب كلمة صادقة وشجاعة، ويحظى باحترام وتقدير الجميع. في موكب جنائزي مهيب شيع ظهر اليوم جثمان مراسل قناة السعيدة بمحافظة إب الزميل نجيب القطيبي. وقد حضر مراسم التشييع المئات من محبي الفقيد وأقاربه وإعلامي وصحفيي المحافظة وممثلين عن قيادة السلطة المحلية وعدد من المشايخ والوجهاء والقيادات الأمنية. إلى التفاصيل. في موكب جنائزي مهيب ودعت محافظة إب مراسل قناة السعيدة الأستاذ نجيب القطيبي الذي وافاه الأجل إثر ذبحة صدرية لم تذبحه فحسب، بل ذبحت كل من عرفه من الوريد إلى الوريد. إنه ليوم تراجيدي حزين عاشته محافظة إب، يوم بكت فيه الأرض على أهلها الطيبين بكاء بل نشيجا حزين، طيبون رحلوا كما عاشوا بهدوء ودون ضجيج. نحن نعزي آل القطيبي ونعزي قناة السعيدة أيضا، تلك القناة التي كان يمثلها هذا العملاق أفضل تمثيل في هذه المحافظة، فنرجو من كل زملائنا وأخواننا في قطاع الإعلام وقطاع الصحافة أن يقتدوا بمثل هذه الهامة والشخصية الوطنية التي كانت لا تبحث إلا عن الحقيقة فقط. ذلك الرجل الذي جاد وقدم لوطنه ومجتمعه الخدمات الجليلة، كان أكثر اهتماماته وأكثر عطاءته تقدم لصالح المجتمع لحل مشاكله، لتسليط الضوء على مجمل الهموم والمشاكل التي يعاني منها المجتمع. إنه لرحيل موجع وفراق صعب، فراق رجل عاش للناس ومن أجل الناس، ينتقل كنحلة من جبل إلى جبل ومن واد إلى واد بحثا عن مشاكل الناس وهمومهم، وعلى ظهره كاميرا سعيدة وبين جوانحه قلب بحجم هذا الكون. نعزي أنفسنا فعلا، محافظة إب اليوم خسرت أحد أبرز الإعلاميين الذي تناول العديد من قضايا السلطة المحلية بكل مهنية، تناولها بأسلوب بناء، اعتمد في كل تقاريره على عملية البناء والتصحيح. الصغار كما الكبار، كما النساء كما الشيوخ، أدمعهم خبر الأستاذ نجيب القطيبي، والجميع بكى وتألم على رحيل إعلامي له في كل مديرية بل ومنطقة بمحافظة إب أثر طيب، كيف لا وهو من طاف بكاميرته كل الأسقاع ينقل الأخبار والأحداث ويسلط الضوء على القضايا والظواهر ويبحث عن الحالات الإنسانية الفقيرة. هو نجيب الإنسان الذي يجمع الجميع على حبه واحترامه. نترحم على الجار صالح نجيب أحمد القطيبي، هو من أحسن الجيران، الجار نحن أكثر من 35 سنة وإحنا جيران، لا جرحنا ولا جرحنا. رحل نجيب القطيبي غير أن طيبه وجميل فعاله وروحه الوطنية المعطاة ستظل في العقل والوجدان ذكرى عاطرة وخالدها.